لماذا التوحيد أولا؟ لأن هذا منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما من رسول دعا أمته إلا بدأ بالتوحيد، وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحملون كل السعادة إلى البشرية، كل ما يسعدهم، ولكن يبدأون بالأهم فالأهم. والذي يتأمل القرآن يرى أن دعوات الأنبياء اشتركت في أصول عظيمة جدا، منها التوحيد، ومنها تقرير النبوات، ومنها تقرير البعث والجزاء، ولكن المحور الأساسي لدعواتهم والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم إنما هو التوحيد، وتوحيد العبادة بالذات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافا بين نبي وبين أمته في شيء من هذا. يكذبون بالبعث لا شك وينكرونه، ولكن أشد ما يكذبون به والدعوة إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فترى دعوات الأنبياء جميعا كما بيّن الله ذلك في كتابه، أول شيء يبدأون به إصلاح العقيدة، إصلاح ما أخلوا به في باب توحيد العبادة. إذ الشيطان دبر أول مكيدة لبني آدم بعد تدبيره لأبيهم آدم، حيث أوقعه في أكل الشجرة. المكيدة الكبيرة التي كاد بها البشر كانت في توحيد العبادة، إذ زين لقوم نوح عليه الصلاة والسلام أن يتعلقوا بأشخاص صالحين وأن يصوروا لهم تماثيل، فصوروا لهم تماثيل، فلما فني الجيل الذي يعرف هؤلاء الأشخاص جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال: إنما نصبت هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لتعبد. واستمر هكذا، يعني طبعا نوح دعا قومها 1050 عام كما قص الله ذلك في كتابه العزيز، وكان الشر قوم هم قوم نوح، وأظلم قوم هم أظلم قوم نوح، وأطغى قوم هم قوم نوح، ولهذا دعا 1000 سنة فما آمن معه إلا قليل. كم من الأجيال، كم من القرون قضاها نوح 50 سنة إلا 50 عاما وهم ما ازدادوا إلا عنادا وكبرا حتى دعا عليهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وأخرج الله من نوح ذرية مسلمة، ولكن سرعان ما التف عليهم الشيطان وأركسهم في حمأة الشرك بالله عز وجل. وهكذا كلما يأتي نبي ينقذ الله به من ينقذ من بني آدم فلا تمر فترات قصيرة إلا ويأتي الشيطان ويكيدهم نفس المكيدة التي كاد بها قوم نوح، واستمر على هذه المكايد وسيستمر إلى يوم القيامة. فينبغي لكل من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل أن يجعل هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومواجهة هذه المكائد التي يكيد بها الشيطان بني آدم على طريقة الرسل. واجه هذه المكائد. أول شيء تريد أن تصلح في شعب من الشعوب، طبعا الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية عندها انحراف شديد في هذا الباب،
فالداعي المخلص الذي يريد أن يترسم خطى الأنبياء ويريد أن يصلح إصلاحا صحيحا، فأول ما يبدأ به معالجة هذا الانحراف.